نحن سعداء جدا العام الماضي كنا في رحلة إلى الأراضي المقدسة ضمن قافلة حجاج محافظة الأخبير الفضلاء، وتم ترتيب رحلة النقل للحجاج وضيافتهم من قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة بالعودة إلى ديارهم في محافظة سقطرى. وكانت الخدمات قليلة المقدمة من قبل قيادة القاعدة ومن قبل قيادة قوات الواجب 8/8 محافظة الخبير سقطرى، فكل منهم بذل جهودا طيبة. وقد سعدنا جدا أن ننتقل من الأراضي المقدسة إلى محافظة سقطرى جوا، وتعتبر هذه الرحلة أول مرة في التاريخ. نحن كنا نسافر بحرا إلى عدن، ومن عدن نسافر جوا ننتظر شهر شهرين، ومعظم الحجاج كانوا يسافروا في شهر شعبان وينتظرون في عدن شهر رمضان وشوال، وينتقلون في شهر ذي القعدة إلى الأراضي المقدسة. الآن أصبحت الأمور ميسرة، وهذا بفضل الله ثم بفضل قيادة المملكة الحكيمة، حفظ الله الملك وحفظ الله ولي عهده الأمين وحفظ الله المملكة حكومة وشعبا. ونتطلع إلى تقديم الخدمات في الأعوام القادمة وتسهيل الإجراءات، وجعل الله هذا العام المبارك في ميزان حسناتكم. كما أننا سعدنا كثيرا خلال تواجدنا من ضمن الحقيق في الأراضي المقدسة بالخدمات القليلة التي تقدم للحجاج، ملايين مملينة تأتي من مشارق الأرض ومغاربها وتقدم لها كل التسهيلات والخدمات. سبحان الخالق، حفظ الله ملك المملكة وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة وقوة التحالف. ونتمنى لكم جميعا كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.